سؤالك الأول، في بلادي الله يبارك 40 مليون نسمة، كل مواطن تاج راسي اختار من نفسه، لكن كحزب سياسي أو كمسؤول في الدولة شغلي ماهوش نعلق مع كل مواطن. المواطن شاكيب خليل هدر مسؤول على كلامه، ما يهمنيش. تشاهدوا انتم كلكم باللي واحد في الجزائر ما دافع عليه كما دافعت عليه انا. الان ربما لو نعلق عليه بقصيده تاع فنان حاج مريزق الله يرحمه، نقول له سير يا ذاكر الاحسان. القاسمي محمد السعيد سكتي زوجي.